لا والله القصه مش في نمبر 1، هو نمبر 1 ده انا اللي كاتب نمبر 1 اصلا يعني، فاهم؟ انا صاحب اللقب ده، فالموضوع مش نمبر 1 ده اللي هو الشخص نمبر 1، هو اي حد في مجاله ممكن يبقى نمبر 1. يعني انت مثلا مذيعه ممكن تبقى رقم 1 في شغلك، مش معنى ان انا قلت نمبر 1 وغنيتها يبقى انا نمبر 1 في الغنى بس، ممكن دكتور يبقى نمبر 1 ما اعرفش ايه يبقى نمبر 1، بس دي الموضوع كله. لا كلنا بنكمل بعض طبعا، بس انت نمبر 1 الحمد لله. تمام.